مساء الخير عليكم. ما زلنا في نادي الزمالك ومعانا شخصيه من الشخصيات الزملكاويه المحترمه جدا 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 على المستوى الشخصي، بعتبره استاذي ومثل اعلى، استاذ صبحي عبد السلام قروان نادي الزمالك، وشخصيه محترمه جدا اللي ما بيختلفش على اي زملكاوي من صراحته ووضوحه سواء في مجال الصحافه او حتى عبر طبعا صفحته على الفيسبوك، ومرشح طبعا في انتخابات نادي الزمالك. هندردش معاه دردشه عاديه جدا وهو تلقائي جدا، وهتشوفوا لقاء ان شاء الله يكون محترم. استاذ صبحي حبيبي اسلام، مساء الفل عليك. انا سعيد بالمقدمه دي، انت اخويا فعلا وانت حد محترم وبرضه استاذ كبير واعلامي متميز، ويكفي ان الناس بتحبك ومرتبطه بيك وصفحتك اكبر من صفحتي. لا انت لسه عاملها، انت لسه عاملها ما كملتش كام شهر. برضه حقد. فطبعا خليني الاول امسي على كل اللي معانا في اللايف. انا سعيد طبعا ان انا معاكم، وانتوا عارفين دايما اسعد لحظات عمري اللي بتواصل فيها مع الجماهير بشكل عام ومع الجماهير الزمالك. انت متواصل جدا بشكل خاص جدا. قال ان انا واحد من الجمهور ده، فانا دايما متواصل معاه. رحت فين، جيت منين، قعدت ازاي، لازم يكونوا معايا. ومن النوادر بتقبل النقد على السوشيال ميديا، انا بلاحظ ده برضه. بقبله برد بادب، لانه حتى احيانا بعض الناس بتسيء الادب، لكن برضه لا املك ادوات قله الادب، فتلاقيني برد برضه بادب. حد يقول لي لا ما كنتش رديت، فاهمني؟ ما تعمله بلوك وخلاص. لكن لا، ما انا ما اعملش بلوك طالما انت كلفت خاطرك انك تتابعني فوق راسي، حتى لو بتكرهني، حتى لو بتختلف معايا، لو بتكرهني مش بتختلف معايا، طالما انت عندي فانت في بيتي. اكرمك، ما ينفعش ارد عليك ولا ينفع اهينك، بس على امل ان احنا في يوم من الايام نوصل لبعض مع بعض، حتى مع الجمهور العادي، ان احنا نقبل الاخر مش اختلافات. ما تخليش الكوره والدوري يقسم مجتمعنا نصين. الله. ويبقى نص معه ونص ضده، في النهايه كوره، والكوره اللي عملها تقولي قد زي ما بيقولوا المتعه، صح، اتعملت عشان نستمتع واحنا قاعدين في بيوتنا. يعني في اوروبا مثلا يا اسلام بتلاقيهم داخلين بالستات بالفرير والرجاله باليونيفورم، وتحس انهم رايحين اوبرا، كانهم فعلا في حفله اوبرا وبرفانات وبتاع، بيتفرجوا على ماتش كوره بيستمتعوا. مصبوط. فاهمني، احنا عندنا بنحولها لخناقه عصبيه، ما كانش في الملعب خناقه، في الشارع خناقه، في القهوه. انا احب جدا تبقى خناقه اهلي وزمالك جميله، بس خناقه كوره. بالظبط، النكش اللي بيسموه ونحفل على بعض ونعمل على نهزر مع بعض، لكن نشتم ونتطاول. انا ممكن اتطاول على واحد ليه ما اعرفوش، فكل اللي بيتطاول انا ما اعرفوش. فاذا دخلنا الجنه فاحنا هندخل الجنه من الشتايم. طبعا معانا برضو في اللايف من الشخصيات المحترمه جدا الاستاذ حسن عالم الدين، مفجر قضيه نادي القرن، ومن الشخصيات الزملكاويه الجميله. برحب بيك، وانا عارف وجودك عشان حبيبك طبعا، يعني كروانة الزمالك استاذ صبحي عبد السلام. انا طبعا سعيد ان اتواجدت معاكم، والكروان استاذ صبحي قدر يسرق، ويسرق دي مش هيتحاسب عليها القانون، قلوب جماهير. انا عايز اقول لحضراتكم، انتوا اكيد متعملين، انا اسف بقطعك، يعني ان من دايما فصيح جدا استاذ حسن عالم الدين. الله يخليك، هي مش فصاح. الله يخليك، قدر يسرق قلوب جماهير الزمالك. لا بس سرقه لا يعاقب عليها القانون، يعني قدر يسرق ويستحوذ على اعجاب وقلوب جماهير الزمالك، مش في فتره بسيطه، وموجود في الحقل بقاله كتير، لكن بما انه صحفي عمره ما كان بيظهر انتماءاته. تخيل، اعرفه من سنين طويله، من سنتين ثلاثة بس أفصح على انتمائه أنه زملكاوي، ومن الناس القليلة اللي فضلت على مبدأها، واللي فضل على مبدأه كالقابض على الجمر. أختلف معك، أقول على حاجة صغيرة بس، هي مش كنت بخفي انتمائي، لكن كنت بحترم حيادية. الآخر حيادية، مش حيادية، عمري ما كنت حيادي، طول عمري زملكاوي متخلف، يعني زملكاوي متطرف عشان المعنى، لكن دايما كنت بحترم الآخر وبتعامل معاه بمنتهى الهدوء وبمنتهى العقل. إنما فكرة إن أنا أعلنت، فانا ما اعلنتهاش لهدف، يعني ما اعلنتها لانه حان الوقت. كل المقربين مني طبعا، حتى الصحفيين على مستوى مصر، عارفين صبحي عبد السلام ارتباطه بنادي الزمالك قد ايه. وهنا في النادي انا راجل كنت ماسك مدير اداري الفريق الاول كره السله من 20 سنه. اسف، ان ديت فعلا نقطه مهمه جدا، والناس اللي بتصطف امال عكره بيلعبوا عليها، اللي هي وهي جزئيه ان هم دايما بيقولوا استاذ صبحي عبد السلام كان في احد الجرايد كان بيهاجم وكان بيعمل. انا شايف ان مقالاتك كانت عباره عن هجوم لحاجات سلبيه موجوده في النادي. بص هم حتى في عز شغلي مع المستشار مرتضى منصور تحديدا، كانوا بيطلعوا لي مقالات وانا بتكلم فيها وبهاجم وبنتقد مرتضى منصور. كنت بقول لهم ده وسام على صدري، اللي انتوا بتحطوه على الفيسبوك ده فوق راسي، انا فخور ان ده انتاجي. انا يا جماعه مانيش مش تابع لحد، انا مش بنقله حد. مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اجاد، بنسقف له، اخطا بنقول له ستوب انت اخطات. فده اللي كنت بعمله، وانا صحفي في النهايه قبل السوشيال ميديا وقبل التلفزيون، انا صحفي وعندي قلم وفي جريده قوميه، فبد احط كل الناس في اعتباراتك. حضرتك مش صحفي عادي، ده انت نائب رئيس رابطه النقاد الرياضيين اللي ما يعرفش. لا طبعا هو ده الشرف اللي انا طبعا دايما بعلنه، مجرد ان انا صحفي وكارنيه نقاب صحفي في جيبي، ده شرف ما بعده شرف. المسميات الاخرى تيجي بعد كده، هي اتبنت على اني صحفي، لكن الاساس انا بفخر جدا بعملي. اللي بيحتم عليا اقول الحق،
بقى على حسابي، على حساب مرتضى منصور، على حساب اسلام علوي، على حساب الاستاذ حسن، ايا كان، لانك انت هتتحاسب على الكلمه اللي بتقولها، والكلمه زي السيف واخطر من الرصاصه. الرصاصه بتطلع مره واحده، كلمه بتعيش سواء المكتوبه او المسجله زي اللي بنقولها دلوقتي، وبترجع لك ناس تقول. اما فكره ان انا كنت بهاجم، زي ما قلت، شرف وليا وما خبيتوش. وفي يوم من الايام كنت مع مرتضى منصور وانا في الـ في الـ في القناه، كان هو عامل مداخله وانا كنت منفعل، وبقول يا جماعه الناس اللي بتقول لي انت كنت بتهاجم المستشار، انا بقول لكم تاني والمستشار معايا، لو اخطا هنتقده، لو اخطا هقول له ستوب. راح داخل مرتضى منصور الحقيقه يعني خرسني، قال لي يا استاذ صبح انت زعلان ليه؟ دول شويه عيال، مش يمكن لما انتقدتني كنت استاهل، مش يمكن لما شتمتني كنت شفت كرم اخلاق الراجل. فعلا هو في بيئه طيب يا جماعه. على الجانب الاخر مع انديه اخرى ومع صحفيين تانيين ليهم الوان تانيه، يقدر واحد فيكم ينتقد رئيس نادي؟ مستحيل. يقدر ذكر على الجانب الاخر يطلع ينتقد الكابتن محمود الخطيب مثلا؟ في كابتن شهير انتقد يطلع في سما وطاع، الارزاق تتقطع، ده اللي قصدي عليه، الناس تقعد في بيوتها. انما النهارده اهو انا سبت قناه نادي الزمالك، ما كملتش فيها، او العقد بتاعنا انتهى، انا قاعد في نادي الزمالك ومترشح عضو مجلس اداره الزمالك، اسمي موجود. يعني اقصد اقول ان احنا مش بيربطك لا احنا مش مرتزقه، احنا هنفضل لحد اخر نفس صحفيين واعلاميين بنقول كلمه الحق. لو انا ما قلتلاش الناس انما الناس اللي بتشتم دي حقها، هي مصر اهلي وزمالك. خلي بالك ما بزعلش قوي من اللي بيشتم، بس هو مش مثقف. يعني مش انت حجتك يعني بس حجتك انك تشتم، طب ما انا اقدر اشتم، بس انت صعب تبقى مؤدب. صح، يعني سهل جدا تبقى قليل ادب، سهل جدا يا ابني كذا، سهل حاجه جدا، لكن صعب جدا يا استاذ حسن تبقى تتمالك وتتماسك وتحفظ الفاظك. طب ايه رايك في لفظ كلمه الشله؟ والله هو لفظ احيانا بيبقى زي ما بنقول اسم على مسمى. طبعا في شله بتنخور في الرياضه المصريه، في شله تحط جداول الدوري على مارينا وفي الساحل الشمالي، في شله بتقضي على ناس شرفاء او غير شرفاء، حد جيد او غير جيد، حد اخلاقي او غير اخلاقي، مش بتاعتك. احنا تابعين لمؤسسات كبيره سواء مؤسسات صحفيه او مؤسسات رياضيه، وفي قوانين ولوائح مفترض احنا في دوله قانون، دوله دستور، دوله مؤسسات نتحاسب من خلالها. انما احنا الشله دي اللي بتتكلم دي شله بتحكم بالاهواء، شله منتفعه، شله بتتكسب، شله بتتربح، شله عايزه ده لان ده كويس وبيسمع الكلام، ومش عايزه ده لانه قوي عنده حجه وبيقول لك ستوب، فاهمني؟ وبيعارض ايا كان هو مين. بس طبعا دايما المثل الابرز عندنا مرتضى منصور. هو مين مرتضى منصور طلع قال له انت حرامي وهو مش حرامي؟ ولا حد فعلا. مين اللي طلع قال له انت اخواني وهو مش اخواني؟ برضه مفيش. مين اللي قال له انت خاين وهو مش خاين؟ يعني على الصاده ده مش خاين؟ اه طبعا. ها؟ فاهمني؟ فانت دايما الشله بتختار التصنيفات اللي تتوافق معاها، وللاسف تاثير الشله امتد للانتخابات على مستوى الانديه وعلى مستوى الاتحادات الرياضيه في مصر، لان هناك من يستمع الى الشله، هناك من ينقاد للشله، هناك من يرعى الشله، وللاسف مسؤولين كبار موجودين في مناصب كبيره هم اللي وصلونا للحل ده. وبدأوا على فكره يكشفوا حتى ما بين المسؤولين، يعني حتى كمان من الغريم التقليدي او المنافس لينا بدا نفسه يعترض على بعض القرارات، وبدا يحس ان في اهواء معينه. طب استاذ صبحي عايز اخدك برده لحته ثانيه. جمهور الزمالك بيعيش حاله من الخوف، وفي قلق شديد جدا على الفتره اللي فيها بعض التخبطات داخل نادي الزمالك، اللي من وجهه نظره يعني الامور دي كلها مش هتخلص غير بالانتخابات. هل انت شايف ان فعلا دي مسؤوليه اكبر على الناس اللي هتنجح، ولا ان ده الطبيعي ان الجمهور يرتكن للناس اللي هتيجي بعد كده تكون منتخبه؟ خليني اقول الاول وانا بكلم الناس، ان جمهور الزمالك في حته تانية. تمام. القلق هو من طبع جماهير الزمالك. يعني الجماهير دايما بتسعى الى الكمال والمتعه اللي كنا بنتكلم عنها من شويه، اللي بتفتقده جماهير بعض الانديه اللي بتشجع بطولات بس. يعني البطولات لو توقفت هتلاقي الجماهير دي بتهاجم نادي. احنا عندنا البطولات بتبعد عن نادي الزمالك، الجماهير بتزيد، الجماهير بتدعم اكتر. فالفكره احنا مش مرتبطين بالنادي علشان بيدينا بطوله، احنا بنشجع الزمالك عشان ياخد بطوله، والفرق كبير جدا بان انا بشجع عشان انا باخد بطوله، او اني بشجع عشان اخد بطوله. يعني لو البطوله ما جاتش لاخر نفس بتظل زملكاوي. فعلا شعبيه النادي بتزيد، واحنا شفناها على مدار ده بقى الفرق بينك وبين غيرك، وده اللي بيخليك تقلق. التاني مش قلقان، التاني عنده عناصر وعنده اليات صفقات، اليات انا هسميها صفقات. دايما حتى انا في مره بيقول لي الزمالك جاب مين، وقلت له الزمالك والله لو جاب ميسي وكريستيانو ورونالدو الزمالك هيخسر. فقال لي انتوا الاهلي بيعمل صفقات افضل مع الحكام ومع المؤسسات ومع المسابقات ومع البتنجان ومع الاعلام ومع انت فاهم، الكفه مش متساويه. لكن النهارده بس اقدر اقول لك ان بدا يبقى في شويه توازنات. الدوله المصريه والناس المسؤولين بداوا ياخدوا بالهم من الزمالك، من نادي كبير
جماهيره مؤثره جدا، السوشيال ميديا بتاعته مؤثره جدا جدا جدا، فبداوا ينتبهوا للزمالك الحقوق ولازم ياخدها. طيب اتفضل يا استاذ حسن. اهميه الضيف معانا قيمه وقامه الصبح بسلام. هترك الاستاذ اسلام علي يشرب شاي دقيقتين ويسيب لي الحوار، ودي حاجه طبعاً نادره جدا طبعاً طبعاً. بس عايز اقول لكم استمتعوا بالحوار. استاذ حسن عالم الدين زميل غير طبيعي ولابق. الله يخليك. انا هشرب شاي كده. اشرب شايك عشان الشاي يبرد. معانا القروان استاذ صبحي عبد السلام، نائب رئيس رابطه النقاد الرياضيين والمرشح لعضويه مجلس اداره الزمالك. انا بوجه له سؤال دلوقتي، يعني كان قدامك دورات كتيره، انت جاي في اخطر دوره، دوره في تاريخ نادي الزمالك، وترشح نفسك، تكلمنا على هذه الدوره وملابساتها ومدى خطوره هذه الدوره اللي هتبني على الخمس سنين او الاربع سنين اللي جايين في نادي الزمالك. على فكره هو تاثيرها استاذ حسن مش هيبقى 3 4 سنين، ده تاثيرها ممكن يمتد ل 50 سنه ماشي. بالسلب لا قدر الله او بالايجاب ان شاء الله. ليه بقى؟ الزمالك بيجابه تحديات كتيره جدا، كبيره جدا. الزمالك عايش في مناخ ما فيهوش عداله رياضيه، ما فيهوش عداله اعلاميه، ما فيهوش عداله اعلانيه، ما فيهوش عداله رياضيه. فبالتالي انت محتاج مجلس قوي جدا، مش رئيس بس قوي، انت محتاج رئيس قوي و11 عضو معاه، النائب وامين الصندوق والاعضاء التسعه يبقوا اقوياء جدا، لان انت عندك تحديات وعندك ملفات كتير. احنا محتاجين ناس عندها نفس، ناس بتحب النادي، ناس عندها وقت كتير يقضوه على الزمالك. الزمالك مش وقت فراغ لحد، مش عايز رئيس او نائب رئيس او امين صندوق او عضو يجي يقعد في التكييف يشرب شاي ويعمل شويه اتصالات ويروح. نادي الزمالك انا دايما بقول عامل زي مستشفى الولاده، اسف في التشبيه، اللي هو دايما يا دكتور الحق الساعه 2 الفجر عندك عمليه. دايما المؤامرات تحاك ضد نادي الزمالك بعد واحدة بالليل، دايما القرارات بتتخذ بعد واحدة بالليل، دايما الشلة اللي اتكلم عنها اسلام علو دلوقتي بتجتمع بعد واحدة بالليل. فبالتالي لا يعني ده اسقاط سياسي انا برفضه، احنا في الرياضة انا حتى مش عايز اعمل ده. تخيل يعني حتى هو اسقاط سياسي مقبول، لكن احنا بنتكلم في مجال، عايزين نفهمهم للاخر ان احنا بنتكلم رياضة، مش بنتكلم تعصب ولا بنتكلم تطرف، ولا احنا ناس يعني معجونين بتراب الدولة المصرية بنحبها. وزي ما في سباق للنهضة المصرية الحديثة على كافة المستويات الاقتصادية والإنشائية والسياسية حتى على المستوى الخارجي، النهضة الرياضية الشعوب دلوقتي بتقاس مدى تقدمها وتطورها الحضاري بمدى ما تحرزه بالتقدم في المسابقات الرياضية. انت بتشوف الميدالية الذهبية على مستوى الأولمبياد العالم كله بيوقف لها احترام وتقدير. للأسف العالم وقفنا مرة واحدة، واحنا نستحق نوقف 20 مرة ذهب، لان احنا ناس مؤسسين سواء اللجنه الاولمبيه الدوليه او الاتحادات الدوليه الكبيره منها كره القدم وكره اليد والسله والطايره الى اخره. هترجع تاني لموضوع الزمالك، اقول لك زي اتفق معاك انه اخطر مجلس في تاريخ نادي الزمالك، اخطر واهم، مش عايز اقول اشرس لانه الاطراف لسه ما ظهرتش، لكن هتبقى اسخن معركه انتخابيه. عارف مرحله التحول؟ الزمالك بيتحول من الى مفترق كره، من الى الزمالك النهارده مش هو الزمالك اللي هيبقى بعد يوم 19 نوفمبر اللي جاي موعد الانتخابات. فلذلك الكلمه مش ليا ولا ليك، الكلمه لاعضاء الجمعيه العموميه، ارجوكم احنا محتاجين مجلس له خصوصيه شديده جدا، محتاجين ناس تتحمل مسؤوليات، ناس تبقى متفرغه لنادي الزمالك، ناس عندها ابداعات. الزمالك بيمر بعصرات ماديه غريبه جدا، عايز فكر تسويقي، عايز فكر اقتصادي ينقل الزمالك لحته تانية، يخليه دايما مش تابع لا الدوله ولا الراجل اعمال ولا الرقم حساب اجمع منه تبرعات للنادي. نادي الزمالك كيان كبير، انا دايما بقول عليه نص مصر، فنص مصر تستحق مننا التكريم، تستحق ان احنا نركز ونختار مجلس اداره. يعني اقول مثلا ايه تغير منه بقى الانديه، نادي الزمالك لازم يتشاور عليه من بعيد. شفت مجلس اداره نادي الزمالك؟ فانا الكلمه بقول لك الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه هي اما انها تنقل الزمالك لحته سلبيه او تنقل الزمالك لحته ايجابيه جدا. على سمسره الانتخابات ان يمتنعون، على الشلاليه جوه نادي الزمالك ان تمتنع عن التاثير على اعضاء الجمعيه العموميه، على الناس تسيب الناس تشتغل بحريه. احنا في عصر حريه، وبرغم ان في ناس زعلانه من بعض السياسات اللي موجوده في الدوله المصريه، ان احنا مع ذلك بنعيش ازهى عصور الديمقراطيه، لدرجه انه مش ناس بتنتقد حتى رئيس الجمهوريه، دي بتشتمه على الفيسبوك. يعني ما اعتقدش في حريه اكتر من كده. زمان كنا عشان نقول رئيس جمهوريه بنتدرى في حته عشان ننطق اسمه، لا احنا في عصر فضاء مفتوح، عصر كلنا عايشين في حجره واحده. فعشان كده بقول للناس ما تاثروش على حد، سيبوا الناس تختار. نادي الزمالك لا هو للبيع ولا للشراء. الحد اللي بيفكر يعمل رشاوى انتخابيه حضرتك بتشتري النادي، والحد اللي بيقبل النادي حضرتك بتبيع النادي. احنا لا عايزين نبيع ولا نشتري، لان الزمالك مش مطروح في مزاد،
الزمالك ده كيان، ده حاجه في الدم. الزمالك مش مكان، الزمالك فضاء كبير جدا، الزمالك ملايين المنتمين والعشاق على مستوى العالم. فساعدونا وساعدوا نفسكم انكم تحطوا الزمالك في المكان اللي يستاهل. هو بالرغم من كده لو جه مجلس قوي جدا، ارجع لشله الانس، الشله اللي قال عليها اسلام علوي، وبرضه مش هتبطل بعد الانتخابات. علشان كده بقول لك المجلس يبقى قوي. انا ممكن النهارده انتخب مجلس اداره مش كده؟ قوي جدا، واحله بعد اسبوع ولا اثنين ولا ثلاثه ولا شهر، ونرجع في الدايره المفرغه. الزمالك يا اسلام هو هو النادي الوحيد اللي في اخر 18 سنه لم يستكمل اي مجلس منتخب مدته. مفيش مجلس كمل الاربع سنين. هو احنا كفره؟ ده مراكز الشباب بتكمل. هل تفتكر ايه السبب يا استاذ سلطان؟ لان انت في ناس بتمهد دايما ان يبقى عندك قطب واحد. ناس بتمهد دايما ان عندك فكره البيب بي. مش نظريه المؤامره بقى اللي احنا عايشينها، ده واقع. هي مش مؤامره، ده واقع، ده واقع. بدليل النهارده انت لما خدت الدوري السنه دي وصفوا الاهلي بالمؤامره، الاهلاويه وصفوه بالمؤامره. يعني يعني احنا بقينا عندنا مؤامره. قال لك دوري موجه. فهمتني؟ يعني يعني بص، يعني بص، هم طمعوا في الوصافه اللي كانوا بيقول لك عليه دايما الزمالك مركز ثاني، خدها الاهلي. حتى نظريه المؤامره اللي كنا بنتكلم عنها طمعوا فيها وخدوها. النهارده كل الاهلاويه بيتكلموا عن نظريه مؤامره تفوز بالدوري. التحكيم والحاجات اللي التحكيم والخزعبلات ومفوت ومعدي و... انت فاهمني؟ يعني طب يعني نفتكر نفتكر كاس السوبر الاخير بتاع الحبيب بسيوني الغلبان اللي مشي من عنده 11 لعيب قبل ماتش الاهلي، ومنهم الثلاث مهاجمين. هل قفشه كان متآمر؟ لا طبعا. هل قفشه فوت؟ ولا محمد شريف سجل؟ هل محمد شريف فوت؟ يا جماعه دي كره قدم. ممكن النهارده تبقى داي اوف، مستواك عندك لعيبه عظماء، لكن جوه الملعب مفيش تركيز. اصغر فريق ممكن يكسبك. طب في الدوري الانجليزي بيطلع الفريق من الدرجه الثانيه عشان ياخد الدوري ويهبط ثاني. احنا نقبل السياسه دي؟ هل تقبل كاهلاوي او كزملكاوي ان المحله ياخد الدوري، ان اسوان ياخد الدوري؟ ليه لا؟ ليه؟ ليه؟ يا جماعه ده اسمه دوري. انا عندنا الدوري ثابت. فعلا ثابت في عند برج الجزيره. ايوه. طب ما هو ده مش من مصلحه كره القدم، ولا من مصلحه المنتخبات المصريه، ولا من مصلحه تسويقنا حتى في البطوله. فاهمني؟ انا اسف اقطع بس يا عمرو، لو سمحت يا عمرو اعزمني على شاي بعد اذنك. فاهمني يا استاذ حسن؟ يا اسلام. فهي الفكره ان احنا لا نقبل الاخر. بنتعامل مع كره بغباء، بتعصب. ان الزمالك لازم يبقى بطل؟ لا مش لازم يبقى بطل. لو الزمالك استحق البطوله ياخد، ما يستاهلهاش تروح لاي حد تاني. طب في اسئله بقى الناس اكيد عايزه تعرفها الصبح. اسالك بنبض مشجع لبورا العيد، استاذ صبحي خد القرار بتاع نزوله ليه الانتخابات، نزلك للانتخابات والقرار صعب. هات استاذ صبحي بطل الموضوع. قرار حضرتك بان انت تنزل الانتخابات ده اكيد كان محتاج منك دراسه، محتاج منك تمحيص، بتحاول تدرس الموضوع، وعارف ان هي حاجه صعبه جدا، خصوصا ان في ناس بتستكتر اي نجاح. ومش معنى ظهر دلوقتي وليه عايز يخش في الانتخابات ده، عايز معرفش ايه. انا بنقول لك وجهه النظر بره. قابلت كل التحديات دي ازاي، وخدت القرار ده ازاي، وهتقدر تتعامل مع المتربصين بعدم نجاح كوادر جديده، ودي نقطه مهمه اكيد حضرتك فاهم فيها قصدي، هتعامل معاها ازاي او مجهز لها ايه من وجهه نظرك؟ بص، انت سالت سؤال مهم جدا. انا احيانا بدخل على صفحات الفيسبوك الاقي حد بيقول لك ده مترشح ليه. بالظبط. انا مترشح لانه عضو جمعيه عموميه رقم واحد، وليه حق دستوري. اي حد جوه نادي الزمالك من حقه يترشح. طب لما حضرتك يبقى عندك مثلا مفكرين وصحفيين واقتصاديين ويمتنعوا عن الترشح، نجيب من نجيب ستات البيت ويديروا نادي الزمالك؟ يعني انتوا عايزينه ازاي؟ عايزينه ازاي واحنا نعمله؟ صح. انا بشكل شخصي، انت قلت يا استاذ حسن ان عندي 40 سنه موجود جوه نادي الزمالك وما فكرتش في مره. لا، فكرت دلوقتي لان انا زملكاوي حاسس بالفتره الحرجه جدا اللي بيعيشها النادي. طبعا دفعتك لكده. طب ده امال يعني امال انا جاي اتربح؟ يعني انت قلت لي المساله بالنسبه لي ليه فكرت؟ لا، انا فكرت لان النادي بيمر بمرحله انتقاليه، اتمنى اكون جزء منها. مرحله تغيير اتمنى اكون جزء منها، مش جزء منها. يعني انا ممكن، انا زي ما قلت لك يا اسلام معلش، انا لو نجحت في مجلس اداره النادي هتلاقيني هنا الصبح، سقطت في الانتخابات هتلاقيني هنا الصبح. دي اصعب نقطه على فكره. البيت ده البيت الكيان. يعني يا جماعه طز في الكرسي متواجد سواء كان انا غير عضو. طبعا متواجد سواء انا ناجح او لا قدر. وخلي بالك انا لو وجدت في مصلحه الزمالك في اي وقت ان انا انسحب اقول السلام عليكم. لو لقيت الاقدر والاكفأ كمل اسلي. النهارده انا في ظهر المجلس اللي جاي سواء انا كنت موجود فيه، ومش كلام بقوله للناس، انا بقول للجماهير مش اعضاء الجمعيه العموميه، سواء موجود فيه او مش موجود، انا موجود في ظهر ايا كان مين رئيسه ومين مجلس ادارته. برضه عشان الناس بتقول لك محسوب على فلان، محسوب على فلان، على مرتضى منصور. اولا هي الفتره دي انا رجيت لها اهو، برغم ان احنا اتكلمنا، هي مش سبه، بالعكس كان شرف ليا ان انا اكون موجود مع رئيس نادي الزمالك في التوقيت ده، وشارك في افتتاح قناه كلنا حلمنا بيها سنوات طويله جدا، وابقى جزء من هذا المشروع اللي هو برضه اللي بيدفعني للمشاركه في التغيير دلوقتي.
شرف لي ان انا كصحفي واعلامي مصري كنت مرتبط بالزمالك عبر نافذته الجديده الكبيره اللي عملت صدى كبير جدا وحول دفه الاعلام الرياضي في مصر. ايه بقى انتوا وانا يعني انتوا محسوب على مرتضى يا اولا قلت لكم حاجه تشرفني مش حاجه تزعلني يعني مش شيء مؤسف يعني. وبعدين انا كان مرتضى ساعتها كان مين؟ رئيس نادي الزمالك مش كده؟ مش رئيس اسرائيل يعني لا يعني رئيس نادي الزمالك اللي هو اي حد كان بيبقى موجود او يتمنى ان يكون موجود في المنظومه او يتصور مع اي رئيس لنادي الزمالك. طب ما انا طب ما انا كنت ماسك الباسكت يا استاذ حسن وانت عارف مع كمال درويش. هل انا محسوب مع خمس سنين وانا مدير اداري فرقه كره السله وعملنا اجيال وعملنا بطولات هل انا اتحسبت على كمال درويش؟ لا, لا فتره اختارني في التوقيت ده كان يشرفني ان انا اكون موجود في عهد الدكتور كمال درويش. ده ثقه كانت منه. ولما تيجي الثقه تاني من مرتضى منصور او بعد مرتضى منصور ايضا شرف ليا لو رئيس النادي اي ينسين او صاد او عين أو وانا بقول لك من دلوقتي حتى لو جم ألد اعدائي انا شخصيا للمجلس اكون في ظهرهم. طيب لان انت بتدافع عن بتقف مع كيان مش مع شخص. في حاجه انت يعني انا عايز اقولها الكاميرا عندي والريح في الصف لان اثنين محاورين كبار جدا وهو قيمه وقامه يستحق 10 محاورين وهو هيرد عليه. حبيبي يا استاذ حسن من القله او من القلائل اللي اجتمع عليه الجمعيه العموميه والجماهير. الجماهير مش هتحط اصوات في الصناديق لكن الجمعيه العموميه هي اللي هتختار الرئيس القادم لمجلس اداره الزمالك. بحكم وجودي في نادي الزمالك وانا احد اعضاء هذا النادي وشرف ليا اعضاء الجمعيه العموميه والثلاث اصوات مش ثلاث اصوات اعدك ان في 300 واحد على الاقل بيحبوا حسن علام الدين. وطالما حسن علام الدين اللي بيحب الزمالك اللي حب المستشار عشان هو افضل واحد للزمالك وحب الاستاذ صبحي عبد السلام انا بقول لك حاجه هتفاجئ بيها حالا ما كلمتكش تاني. كتير قوي اسلام طلبوا مناجده سياده المستشار ان يضم الاستاذ صبحي عبد السلام النهارده في لايف اماكن النادي لقائمته. وطبعا كتبنا على الواتس لسياده المستشار عشان ما تحيرناش معاك احنا هدفنا الاول كله المستشار مرتضى منصور لكن بنتمنى يكون معانا بس كل احوال استاذ صبحي حتى يكون مجلس متناغم. دخل المستشار مرتضى منصور ما دخلش المستشار مرتضى منصور انا بحب ومرتبط بالمستشار مرتضى منصور. احنا متربيين في بيوتنا احنا ابهاتنا علمونا الادب والمستشار مرتضى منصور قيمه كبيره موجود جوه النادي الزمالك احنا معاه مش موجود جوه النادي الزمالك ادبيا احنا مرتبطين بيه. وده مش ضد حد. لما اقول ان انا بتكلم كويس عن كمال درويش كنت امتنعت عن العمل مع مرتضى منصور لا كل رؤساء النادي الزمالك فوق راسي واحنا بنتعامل معاهم رؤساء اي كيان كبير احنا بنتشرف مش احنا بنقعد فيه وبنترشح فيه احنا نمشي جنب السور بتاعه. ايوه فعايزين نحسب الجدل في القضيه دي. اما الخطوه اللي الجماهير بتعملها والله فوق راسي فوق راسي ده حب جماهير جدا ما انا بقول لك انا لان انا واحد منهم هم بيعملوا كده وانا مصدقهم وحبيبهم جدا. انما المستشار مرتضى منصور يا جماعه ده هو مش المرشح الابرز ده لو نزل هيبوظ الانتخابات يعني لو نزل مفيش انتخابات. انا بقى بحبه ما بحبوش اقسم بالله اقسم بالله هذا الكلام من اعداء مرتضى منصور جوه نادي الزمالك. قال لك لو دخل مرتضى منصور مفيش انتخابات. اخر نقطه ثواني بس اوضح النقطه دي مفيش انتخابات بمعنى انه اي شخصيه هتنزل قدام مرتضى منصور وانتخابات فير مفيش منافسه طبعا ماشي. هو انا بقولها كده وبراهن عليه وهو بعيد لانه مثلا بيقبضني زي الناس ما بتقول او بيديني. مرتضى منصور على فكره يا جماعه بخيل جدا ما بيسالناش ما بنشربش عنده شيء يعني يا جماعه افهموا افهموا. انا لو هقبض هتكلم عن لبيب وهتكلم عن الناس اللي ماسكه وهتكلم عن هدور على المنظومه هدور على التلفزيون انا ما بدورش على حاجه انا قاعد مكاني هنا واللي عايزني انا موجود. لكن علشان كان في كلمه شرف وكان في راجل اشتغل معانا بشكل ادمي محترم وحط الناس في الاماكن اللي تستحقها له كل الاحترام والتقدير سواء جه رئيس نادي الزمالك او استبعد او هو مش عايز يكمل خلاص قطعنا الجد على الحته دي. طب ده ياخدنا الحته تانية هل ده يمنع ان انا اشتغل لو نجحت جوه مجلس اداره مع اي رئيس يجي ايا كان مين حتى لو كان ضد مرتضى منصور؟ لا طبعا انا مستعد اتعاون مع اي حد لسبب في ثقه جمعيه عموميه قالت لك خش انت ممثلي ما ينفعش اهرب ما ينفعش اخد خطوه للخلف. الاوضه تتقفل الخلافات تتصفى مفروض اللي بيحب الزمالك هيشتغل بما يرضي الله لاعضاء الزمالك وجماهير نادي الزمالك. اما اللي لهم اجندات وحسابات اخرى انا مش منهم ما اعرفش. طيب بالنسبه لل مش عارف دايما بحس انكم بتسالوا سؤال وبنجاوب اجابات تانية. لا 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 اه والله نفس الاجابه. الزمالك مهضوم اعلاميا او مهضوم حقه اعلاميا كتير. الزمالك لو نجح بس الاستاذ صبحي عبد السلام وبقى عضو مجلس اداره هل يختلف صبحي عبد السلام قبل ان يكون عضو مجلس اداره ثم لما يكون عضو مجلس اداره هيكون اداؤه مختلف ولا طبعًا. نفس الاداء؟ طبعا هيختلف الافضل. ليه الافضل؟ لان ساعتها اكون صاحب قرار.
فاهمني؟ انا الواد صاحب سلام الاعلام والصحف الفري الحر، انما لما اكون ممثل لنادي الزمالك لا اوسع الدنيا لازم تختلف. نادي الزمالك نادي كبير، نادي الزمالك دايما انا بقول عمره اكبر من عمر 3 4 الدول العربيه المحيطه بينا، فاهمني؟ اعرق منهم. فالطبيعي ان يكون الزمالك له منظومه، يعني كل التقدير لعمر الدرديري وعصام سالم قبله كل الزملاء اللي شغالين، لكن الفكر لازم يتغير. اذا كنت انت بتقول للزمالك مظلوم اعلاميا، طبعا مظلوم اعلاميا، فايه الحل عشان ما ربنا يخليك يا شيخ بالتوفيق ان شاء الله حبيبي يا شيخ. فايه الحل؟ انك انت تعيد صياغتك، لازم توصل لكل الناس. يعني ما ينفعش بالليل تلاقي احمد شوبير بيقطع فيك، ما ينفعش الظهر تلاقي هاني هتحط بيعمل لك بتاع، ما ينفعش الظهر تلاقي مهيب عبد الهادي بيرمي لك بتاع، ما ينفع. والنادي التاني منزه تماما وعايش في نعيم وعايش في بتاع. انا عايز اقلد الاهلي يا سيدي، خلاص انا عايز اقلد اعلام النادي الاهلي، عايز اعمل اعلام موازي بنفس درجه الكفاءه. حلوه كده عشان ما حدش برده من الاهلاويه يشتمنا. الفكره انك انت مش واصل كويس. مشكله نادي الزمالك، الفرق بين الاهلي والزمالك في الجزئيه دي، وانا احترم سياسه الاهلي هنا، ان الاهلي بيجيد التعامل مع الاعلام الاهلاوي، حط تحتها 30 خط. الزمالك لا يجيد التعامل مع الاعلام الزمالكاوي، الزمالك لا يجيد التعامل مع الاعلام الزمالكاوي. الزمالك ما حدش فكر مره يجمع اعلام الزمالك، وهم قامات كبيره جدا ومؤثرين في اماكنهم سواء في التلفزيونات او ما هو. ما انا بقول لك انا بحمل النادي المسؤوليه، مفيش حاجه اسمها مش ايد واحده. ما انت ما قلتليش تعالى وانا امتنعت يا استاذ حسن. الطبيعي ان انا بعمل فكر، بعمل استراتيجيه، بجيب الناس، تعالى انا عايزكم، الزمالك محتاجكم، واقعد احط خطه عمل. اتصالاتي تبقى موجوده في كل القنوات، في كل الصحف، في كل المواقع بما يرضي الله. مش بقول ان انا هروح اقبضهم يعني، لا، بس يبقى في قنوات اتصال بيني وبينه، بنقعد جلسه اسبوعيه، جلسه شهريه، ونحط تصورات ازاي يبقى الزمالك الجديد اللي هيبص على الناس واحنا تقريبا في الربع الاولاني من القرن ال 21. الزمالك المفروض يبقى ازاي؟ الزمالك المفروض يكون له مكانه كبيره جدا، مش بس مع الاعلام المحلي، انا عايز اتجاوزها واروح للاعلام الاوروبي والاعلام الدولي كمان. لو 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 ركزت هتلاقي ان الزمالك خد حقه اعلاميا في السنوات الاخيره من الاعلام العربي الخليجي قبل الاعلام المصري، اذا ومسموع. اذا لازم الافق يوسع شويه، الاستوعاب. لا تعالوا بقى، في ناس بره بتتكلم كويس وناس بره متابعه المشهد، لازم يبقى في معاهم قنوات اتصال، لازم يبقى في للزمالك منظومه اعلاميه قويه جدا لا يستطيع حد ان هو يهزها وياثر فيها. الزمالك للاسف انت بتقول لي دايما مش ايد واحده، ليه مش ايد واحده؟ تلاقي الصحفي الزملكاوي بيخش يدور على اي عنصر من عناصر الفساد او السلبيات الموجوده عشان يطلع يكشف الزمالك، زملكاوي مش اهلاوي. مفيش صحفي اهلاوي بيخش يدور في نادي الزمالك ولا يقدر حتى يشتغل في نادي الزمالك. ليه؟ لانك لا تجيد التعامل مع هذا العنصر، ما عندكش احتواء، ما عندكش توجيه، ما عندكش تقول له تعالى شارك في اداره نادي الزمالك. اصل الاداره مش السبعه اللي فوق. انا بحلم، بص انا هقول كلمه دلوقتي يمكن الناس تضربني بالطوب بعدها، انا بحلم بمجلس اداره بديل من الجماهير ومن السوشيال ميديا، انا بحلم بلجان بديله، مش بديله يعني، لا موازيه يعني، موازي مجلس موازي، اجيب الجماهير اللي بتحب النادي بلا مقابل، تعالوا يا جماعه ازاي انتوا شايفين الرؤيه ازاي واخطائنا في ايه وعملنا ايه. اللجان الموجوده عندي منها لجان الاستثمار ولجان التسويق، هو فيما يمنع ان انا استعين بحد بيحب الزمالك بره؟ عندي شباب قسما بالله زي الورد، قعدت معاهم عبقره بيفكروا بره الصندوق. تعالوا انتوا زملكاويه، الزمالك مش حكره اللي قاعدين في مجلس الاداره، واقدر اخد منه واقدم تقارير لمجلس الاداره. يا جماعه الناس دي، دي خلاصه فكره، الناس دي عندهم فكر تسويقي عالي جدا يقدر يفيد نادي الزمالك، ايه رايكم نستغله؟ اللي بيحب حد بيشتغل طول الوقت، انما اللي بيحب حاجه بيسعى اليها. احنا مش بنحب حاجه، احنا بنحب الخطين الحمر اللي ورايا دول بس، من اجل الخطين الحمر دول نقدر نعمل اي حاجه. انا عايز ليفل تاني بقى من الاسئله، ومعلش هعلي الفوتو اديه وانا اديه يمك بقى عشان ايه استاذ حسن ايده وعينه وجعته. لا مش وجع، عشان بنركز. هيحرجني هيحرجني. انا عارف طبعا ان انتم مستمتعين جدا بالحوار، وما زلنا مكملين مع استاذ صبحي عبد السلام. والاسئله بقى اللي انا عارف الناس هتكتبها دلوقتي، انها بقى عندها استفسارات عايزين يقولوها، هتكلم بنبض المشجع زملكاوي العادي. استاذ صبحي عبد السلام، عارف ان للاسف الشديد الناس اللي بتترشح في انتخابات الزمالك من ولاد النادي بيكونوا دايما خايفين من ولاد النادي اللي زيهم، والحرب بتبقى بدايتها داخل جدران نادي الزمالك. اكيد انت مدرك حضرتك حاجه زي كده، التعامل معاها ازاي؟ وفكره المرشحين، هل الموضوع بيبقى دايما برضو فيه شد وجذب على الكراسي، لعبه الكراسي الموسيقيه؟ بنشوف في انديه ثانيه منافسه الامور عندهم بتبقى هاديه، اهدى من عندنا بكتير. الرؤيه اللي انت شايفها ازاي، وشايف التحديات فيها ازاي؟ للاسف اوقات بتبقاش فيها حاجات بره اصول اللعب النظيف زي ما بيقولوا. هتحفظ بالسبات على جزئيه صغيره جدا، ملحوظه صغيره جدا يا استاذ حسن.
اللي انت قلتها بتاع ابن النادي. ابن النادي مش بس اللي لعب كوره ومثل النادي، ابن النادي هو عضو الجمعيه العموميه اللي له حق في الانتخاب والترشح، ده ابن النادي. جمهور الزمالك اللي قاعد على القهوه بيشجع الفريق وبيلبس التيشيرت وبيكسر الدنيا لما الزمالك بيكسب، ابن النادي. مش ابن النادي بس اللي خد خيره واحيانا بينكره. يعني انا كنت قاعد من شويه مع كابتن حمد عبد اللطيف ونصر ابراهيم وهشام يكن بنتكلم على فكره ابن النادي دي. انا اختلفت، قلت لهم ابن النادي مش بس اللي لعب، انتوا اي حد من النجوم الكبار لعب وكان عنده المقابل المادي اللي بياخده، لكن في ناس بتحب الزمالك ببلاش، فده برضو ابن النادي. خلاص، فمش عايز افصل بين ابن النادي اللي كان موجود بيلعب وابن النادي اللي ما بيلعبش، لا كلنا اولاد نادي الزمالك. اي حد بيحب الكيان هو ابن نادي الزمالك. نادي الزمالك كيان كبير يستوعب جميع الابناء جوه مصر وبره مصر. انا ابن النادي وانت ابن النادي والراجل ده ابن النادي. لا بطبيعه الحال ان لازم اكون اشتغلت في النادي علشان ابقى ابنه ولا لعبت فيه، لكن بحبه وبقدره وعايز اخدمه فانا ابن النادي وعضو جماعه عموميه خلاص، او حتى مشجع زملكاوي. اما الانتخابات فانت عارف الانتخابات بيقولوا عليها دايما بيقولوا لعبه قذره، يعني انا مش هقول لعبه قذره، لكن اللي هقول لك هي عامله زي السياسه، فيها توازنات فيها اجندات. حد بيخش عشان بيحب النادي كتير، حد بيخش عشان بيحب نفسه موجود اكتر، حد بيخش عشان يشتغل على مصلحه نادي كبير بحجم الزمالك فيه، حد بيخش يدور على المصالح الشخصيه قليلين بس موجود. حد بيخش برضه الواجهه الاجتماعيه، لان عضو مجلس اداره الزمالك ده لو انا دكتور او صحفي او اي وظيفه او راجل اعمال، لو شلت كلمه راجل اعمال وكتبت عضو مجلس اداره الزمالك خلاص شكرا، شرف ما بعده شرف طبعا. ففكره انك ترتبط بالزمالك شرف كبير جدا. انا عارف ان معظم اللي داخلين عايزين يخدموا نادي الزمالك، وانا يمكن كان ليا الحظ ان انا اتكلمت مع كل الشباب اللي نازلين تحت السن تحديدا، اقسم بالله فيهم شباب زي الورد، لدرجه ان وانا بكتب مقال امبارح اللي هينشر الصبح كتبته على المجموعه اللي نازله تحت السن. اتكلمت، مفيش بقى صبح عبد السلام ولا في رئاسه ولا في امانه صندوق. انا مسكت العيال دي اللي تحت السن، ابو العيال اللي هم في سن ولادي والاخواتي الصغيرين، العيال دي عندهم دماغ حلوه والله. احيانا بقعد اتكلم مع البعض منهم، مش عايز اذكر اسماء، بحس ان مستقبل الزمالك بخير. انا اقدر اقول على ده مش ابن النادي؟ لا طبعا ابن اللي بيحب وداخل بالافكار الحلوه دي وداخل بالحماسه دي وداخل بالاجندات المستقبليه الرائعه للزمالك، مش ابن النادي؟ لا طبعا ابن النادي طبعا. لذلك بقول لك كنت حريص النهارده اكتب مقالي عنهم وهبعته لك يا اسلام وبنشره على صفحتك طبعا. لانه انا قلت الزمالك حتى عنوانه يستحق الافضل، والافضل من وجهه نظري هم الناس دي. ما اتكلمناش بقى على حد فوق عشان ما حدش يزعل مني. أيوة، اتكلمت على الكفاءات اللي طالعه من شباب صغير لا يتجاوز اعمارهم يا عمرو 25 26 27 سنه. شباب صغير، يعني في بعض ناس قدهم في السن لسه ما اتخرجوش، ومع ذلك عندهم عقليات حلوه بيحبوا الزمالك بجنون، مش داخلين بقى لاي حاجه. ما اعتقدش شاب عنده 25 سنه طبعا في مش عايز حاجه جاي من ديده وجاي ياخد حاجه من الزمالك، ومش هيعرف اصلا لو حاول، يعني ما عندوش خبرات ان هو يعمل فمش هيعرف يعمل ده، لكن هم حبا للنادي داخلين. ففي التوازنات والمنافسه انت شايفها ازاي؟ فين المنافسه؟ حد اعلن ترشحه النهارده بكره الباب بيتفتح، والزمالك الوحيد النادي اللي في مصر وما طلعش علينا مرشح قال انا داخل رئيس نادي الزمالك، باستثناء واحد مع كامل الاحترام ليه مش هذكر اسماء، يعني حظوظه مش كبيره قوي، لكن حقه لو عنده 1000 صوت وشايف انه قايمه كامله كمان. ما انا مش بتكلم، والله مش بتكلم، وانت بتكلمني عن حد معين. انا بتكلم عن حد معين. لا انا مش بتكلم عن حد معين. انا بقصد على لانه انا قلت لك لسه بقول الانتخابات حق دستور او الترشح حق دستور. لا من حق الجميع ان هو يترشح. بالظبط. عندك طموحات، عندك بتقول بالعكس. انا اشجع جدا الراجل اللي اعلن ده، وبرده مش هقول اسمه لانه عنده الشجاعه انه يدخل انا نازل انتخابات نادي الزمالك على الرئاسه. اللي بيفتقدها عدد كبير من المرشحين لسه ما اعلنوش ومستنيين. هو المستشار داخل ولا المستشار مش ده؟ انت مالك بالمستشار بالظبط؟ طب ما انا هو مش انتوا كلكم بتقولوا انا محسوب على المستشار؟ انا من 8 شهور اعلنت نزل انتخابات الزمالك. ولا كانت حسابات ساعتها منطقة داخل او مش داخل؟ ما اعرفش، بس انا في نيتي الصبح عبد السلام عضو الجمعيه العموميه نازل. طب انت عرفت النهارده ان المستشار اعلن 4 اسماء خارج القائمه بتاعته؟ بص، من هنا لحد المستشار ما يقدم وانا لا اعلمه انه هيقدم، يسمح لي لو ما لو 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 المعلومه وصلت يوم، يعني قبل اليوم اللي قبل الاخير، يعني يوم 7 تحديدا. لانه المستشار مرتضى منصور هو خبير انتخابات وعارف امتى وعارف امتى يلعب نفسيا على الخصوم والمنافسين. هو عارف ان كتير منتظره وكتير لن يعلن قبل ان يعلن هو مظبوط. فبالتالي هو جاي في لحظات، اللي عنده بقى قوه تحمل بقى واللي عنده استعداد باين ان في قوه تخوف شديده جدا استاذ صبحي من المرشحين من نزول المستشار مرتضى منصور،
وانا باخدك لحته بس دي جزئيه خاصه بالزمالك مش خاصه باشخاص. لا لا وفرض مستشار محترم. لا انا بتكلم بصفه عامه يعني او مازال رئيس النادي. في تخوف شديد جدا من اعلان القوائم. في ناس بتفكر كتير قوي قبل ما تنزل قدامه. بص اقول لك حاجه، انت اتكلمت دلوقتي عن قائمه مرتضى منصور. انا بقول بشوف اسمي كل يوم في قائمه واثنين، اقسم بالله ما بتكلم مع حد في لكن يعني ده يعني مفيش حد تواصل معاك فعليا ان انت تنضم لاحد القوائم، ولا يجرؤ واحد يقول لك انت معايا لانه ما اعلنش اصلا. انا هشوفه جبان. انا لما اشوف واحد بيقول لي انت معايا خلاص انت شجاع اعلن انك نازل. انما انت معايا وانا ما اعلنتش، لما معاك فين بالظبط؟ يعني مثلاً انت معاك فين يعني؟ طبعاً. حضرتك لسه ما اعلنتش. فبالتالي القوائم دي نظام انتخابي وناس بتضرب في ناس، يعني لا تستبعد ان حد مثلا يعمل جبهه مثلا 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 لألد الخصومه، ألد الأخطاء خصومة مع مرتضى منصور وروح حاططني فيها مثلا. ليها هدف وقيع. طبعا أزمة بيصدر لك حاجة تعمل لك مشكلة قبل ما فهي هي دي الفكرة. الانتخابات مباح كل فيها كل حاجة، كل فيها كل حاجة فيها، لكن فكرة القوائم الكاملة لسه حتى مرتضى منصور نفسه ما استخرجش على قائمته الكاملة، لأنه أنت عندك عندك طعون من 15 ل 20، وأنا بقول لك عدد كبير من اللي متقدم هيبقى مش موجود في الصوره. اللي ما عندوش بقى خدمه عسكريه، اللي ما عندوش مش في موانع يعني مش مستوفي يعني، اللي امنيا عليه كروسات، في مشكله عنده ازمه، ايوه ازمته الماليه في استك بتاع فاهم. فانا لا يعني اتوقع انه ممكن اسمه 2 و3 و5 واكتر و10 يستبعده. فبالتالي مين يعلن قائمه وراهن على 10 11 واحد وفجاه عليهم وقع من 2 3؟ فالقوائم لو موجوده هتصور انها هتبقى بعد اغلاق باب الترشح. طيب اللي يعمل قبل كده ده بينتحر. دي النقطه الاولى. النقطه الاخيره، استاذ صبحي لو في ايده يغير حاجه من الشكل العام الموجود دلوقتي يفيد نادي الزمالك ان شاء الله بعد نجاحه، ايه الحاجه اللي انت فعلا تحاول تتواصل فيها ايا كان الرئيس اللي هيكون موجود تقول له عايزين نشتغل على الجزئيه دي؟ هجمع كل رموز النادي الاول، هجمع كل اعلاميين النادي الاول، هجمع كل المتنافسين او المختصمين الاول، هوحد الصف جوه نادي الزمالك، لانه انا لو مش كل الناس في ظهري مش هحقق اي نجاح. ما ينفعش انا اشتغل في مجلس الاداره لصالح مجموعه بتحبني واشتغل ضد مجموعه ما بتحبنيش. زي ما قلت الهاشتاج اللي انا قلته حتى يمكن معاك ولا مع حد، قلت الزمالك للجميع. يعني كله الزمالك. كله وحد. انما اهم الملفات طبعا الملف التسويقي مهم جدا، ملف الاستثمار مهم جدا، لان الزمالك براند كبير. في الوقت اللي انا بشحت فيه مفروض تيشيرت الزمالك يجيب لي فلوس، صور الزمالك يجيب لي فلوس، اسم الزمالك يجيب لي فلوس، قناة الزمالك تجيب لي فلوس. قناة الزمالك وانا بلاقف على دي عايز اسالك ما بلاش بقى تزنقني. لا 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 معلش انت اللي جيت لي عليا لوحدك. انا عايز اسالك سؤال بجد. بندفع ارقام كبيره كل نهايه كل سنه في قناه نادي الزمالك. الاهلي كان بيلعب فرقه اسمها الغابات او الغابه، ماتش ودي تم اذاعته على قناه النادي الاهلي. الزمالك بيلعب مع بيراميدز في ماتش ودي ما بيتمش اذاعته، القناه ما بتقدمش اي جديد. بعيد بقى عن نظريه المؤامره، اقف بعيد عن نظريه المؤامره. المباراه كانت مقامه في ملعب فرعي ما فيهوش استعدادات نقل مباراه على الهواء. طب ليه تم اعلان عشان بس انا رافض بيراميدز رفض الملعب اتغير. الملعب اتغير تماما، الملعب يعني. تم تغيير الملعب. فكانت هتبقى على ملعب رئيسي فيه الاستعدادات والابراج والكهرباء لملعب فقير ما عندوش الامكانيات. ده اصل انت بتلعب ماتش ودي فانت بتفهم من الافضل لك، ده فاضي ده مش فاضي، فانت في النهايه رحت هنا. هي مش مقصوده، انت ده ماتشك وما عندكش شركه تسويق او شركه سبونسر او شركه رعايه عشان اقول ده لعبه لعبه. ما عندكش اتحاد كوره تقول لي بتاع احمد مجاهد ما عنديش لجنه مسابقه، لا ده ما فيهاش مؤامرات. هو الفكره انك لعبت في ملعب مش جاهز لنقل المباراه. اما غير كده شفنا قناه الزمالك بتذيع بعض الماتشات المهمه والمصيريه في كره السله، في السوبر، في اليد، ها في الفتره الاخيره. ويقصد لك ان وقت ما كان مشرف القناه مسؤول عن الزمالك كان القناه عامله اعلى نسبه مشاهده. لا دي حاجه تانية، انت بتتكلم عن نسب مشاهده. دي بتختلف. كمان لو موجود كان ماتش بيراميدز اتذاع هيعرف يدير صح. استاذ صبحي سؤال تاني. استاذ حسن حط ايده على نقطه كويسه جدا. رئيس قناه نادي الزمالك هو رئيس مجلس اداره الزمالك، ده البند العقد المتعارف عليه انه من هو رئيس الزمالك هو رئيس مجلس اداره الزمالك، هو اللي بيرأس القناه. لو حضرتك شايف ان رئيس الزمالك او رئيس اللجنه دلوقتي يعني واضح جدا ان مفيش اي تواصل ما بينه وبين اداره القناه، هل ده بسبب ان في انغلاق ان قناه الزمالك قافله على نفسها بشكل كبير، ولا ان اختصاصات الناس بتحاول تشيل ايديها من القناه عشان مثلا ما يبقاش في لا 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 شيل ايديها؟ بص القناه دي الاول قبل ما اتكلم عنها عايز اقول ان انا كنت بتشرف جدا ان انا كنت موجود بنتسب ليها. قناتنا الزمالك هي اصل من اصول النادي، هي جزء من الكيان اللي بنحبه،
قناة الزمالك فوق راسي وفوق راس أي زملكاوي. طبعاً طبعاً ما اختلفش على دوت، ولكن احنا إن اختلفت على أدائها في وقت من الأوقات فطبعاً وارد، احنا اختلفنا على سياسات مجالس إدارة، مش هنختلف على سياسات قناة. طبيعي جماهير النادي الأهلي، هل عموم جماهير النادي الأهلي راضي عن أداء قناة الأهلي؟ مش كده؟ قناة الأهلي قعدت 7-8 سنين 12 سنة ما نعرفش عنها حاجة، 12 سنة ما جبتش الريموت واتفرجت. إذن المشكلة بتتغير مع تغير الإدارات والأفكار. يعني انت قلت لي الوقت اللجنه الحاليه انا بقول دايما انها جايه لجنه بلا ادوات، فانا مش عايز اظلمها يعني. لا انا ممكن اكسر وعم. الجزئيه الغريبه ان قناه الزمالك تعلن عن صفقه في خلال 48 ساعه، ومفروض زي ما قلت لحضرتك ان رئيس النادي هو رئيس القناه اللي قاله خالد الغندور بالظبط كده. طيب ده بقى انا اقول عدم تنسيق بين رئيس اللجنه المؤقته وبين الكابتن خالد الغندور. لا تنسيق مش تواصل، في تواصل بس ما فيش تنسيق، في تسرع. يعني انا لو ضامن صفقه 100% وده اللي كانوا بيقولوه لجنة حسين لبيب في الأول، مش هنقول على صفقة إلا لما تنتهي. رئيس النادي أعلم بنفسه فبتني. قال في صفقة بتتم وبتفاوض معاه بالظبط. وارد إنه يتعصر. أنت راجل عامل، أنت راجل عامل طبعًا. القناة مش موثوق فيه، بس أجيب مصدر منين؟ لا مش مسألة مش مصدر، ما أنا ما أقدرش أقطع في قناة الزمالك وأقول مصدر غير موثوق. لا أنا بالنسبة لي مصدر، لا بالنسبة لي مهمة. ما أنا بقول لك، قال في كذا واتضح إن ما فيش. أنت بتمر بظروف مالية ولا أنت كويس؟ لا بمر بظروف طبعًا. النهاردة ممكن أتفق مع بن شرقي وفجأة ما أقدرش أمول له مقدم عقده، طار بن شرقي. فهي أنت المشكلة إنك ما عندكش الأدوات. ما تقارنوش العصر بتاع لجنه مؤقته بعصر زي مثلا مرتضى منصور اللي كان بيضرب رجله في الارض طلع فلوس. هو الراجل ده شكل مختلف وكاريزما مختلفه وعلاقه مختلفه، وقت حتى على ايدي وانا قاعد معاه كان محتاج 10 مليون بتليفون، ابص ال 10 مليون دخلنا الزمالك بيافطه ولا بتاع كده، هات لي دلوقتي. ده مش من باب فده حصل. فحرام ان انا اقارن اللجنة الحالية بقدرات رئيس نادي زي مرتضى منصور، عنده خبرات، عنده اتصالات، عنده كاريزما، عنده اسم، عنده علاقات، يقدر في اي وقت يجيب فلوس. ما انت مش في ناس كانت بتاخد فلوس من البنوك بضمان السمعة؟ هي دي ضمان سمعة، فاهمني؟ ضمان سمعة. انما النهاردة تيجي البنك هتميل عليه، انا كامل الاحترام للكابتن حسين لبيب اروح بنك اقول له هات لي 20 30 مليون هيديك، لانك مؤقت انت ماشي بعد اسبوعين. صح. وصاحب راس المال جبان، فاهمني؟ انما لما يبقى صاحب راس المال قاعد او صاحب الكلمه موجود مرتضى او اي رئيس مستقر او اي مجلس مستقر، الدنيا تختلف. وصلت كلام حضرتك؟ قلت مؤقت. هل يحق يا جماعه؟ انا هقرا تعليقاتكم لاستاذ صبحي دلوقتي. الناس عماله بتسال كتير وبتقول عايزينه، نشوف تعليقاتنا بس بعد ما نخلص. اتفضل يا استاذ. هل يحق اللجنه مؤقته زي ما حضرتك قلت تتعاقد لمده 3 سنين مع مدرب او مع لاعب او مع اداري او اي حاجه؟ حلو. انت على طول كارتيرون اقصر المسافه. ماشي. انا كارتيرون بيعمل لي احتقان في اللوز يعني. انا قلت من الاول نادي الزمالك اكبر واكرم واجل من اي حد يتحكم فيه او يحكمه او يهينه. ما فعله كارتيرون اهانه، فانا كنت ضد انه يمشي وكنت ضد انه يرجع. لكن فنيا لا، هو مستقر جدا ومدرب نموذجي مع الفريق. طب النهارده كان بيقول الجزء الثاني من سؤاله، معلش الجزء الثاني من سؤال. لا هو في اي وقت ممكن يسيبك ويمشي على طول. لا لا اي وقت، حتى بالشرط الجزائي هو له ثوابت. ايوه الاهلي كان بيجس نبضه من ايام يعني، كان ممكن يدفع الشرط الجزائي. الجزئيه بقى اللي انت ذكرتها بتاع الحق باللجنه ان تجدد كارتيرون، انا عايز اقول لك رايي الشخصي، تجديد لكارتيرون لو هو مدرب بيمر بظروف عاديه كنت اقول لك تجديد رائع. الزمالك بيحتاج استقرار فني دايما، مدربينه ما بيطولوش. لكن في ملف كان اهم يعني، طالما ان عندي القدره ان اجدد كارتيرون اللي بقيله سنه كامله، الحق بن شرقي، ما افتح ملف بن شرقي عشان ما يحصلش سياسي، افتح ملف اللاعبين اللي محتاجين تجديد، اروح ادفع فلوس للالتزامات اللي عليها فيفا عشان افتح القيد بتاعي الميركاتو. هي بس المساله ترتيب اولويات، فاهمني؟ ترتيب اولويات. ده القيد ده عايز لايف لوحده. القيد ده طبعا لا مصيبه لا مصيبه وحصلت لنادي الزمالك. تعليقات بعض الناس. اقرا بقى. طب يعني انا معاكم اهو. لا وانا مديك ظهري اولع سجاير، انا ما بحبش اولع سجاير قدام كروان. استاذ محمد ابو العينين بيقول لك كروان انت غطيت على يعني الراجل بيقرا تعليقه وانت مغطي لي. كروان الاعلام الاستاذ صبحي عبد السلام بنحبك. تعليقات يا جماعه بتجري جدا، انا بحاول اقرا تعليقات حضراتكم دلوقتي. لا انت بتجري الشتايم. مش بص لا والله عالي جدا عشان انت موجود. تعليقات سريعه جدا بسيطه ما بلحقش. ايه ده؟ طب احنا هنعملها ازاي دي؟ ما انا بحاول يا جماعه والله. ولا بتجري بقى الاقبال كتير. استاذ صبحي عبد السلام موجود معانا، انت متخيل؟ المشاهده عاليه جدا. قرانا اللي عنه استاذ صبحي عبد السلام، هل المستشار مرتضى منصور يقدر يترشح في الانتخابات؟ قانونا مفيش ما يمنع من ترشح مرتضى منصور، لكن مش كل اللي بيتعمل قانوني يعني. بدليل مجلس اداره الزمالك اتجمد بشكل غير قانوني، والاجابه مش عندي ولا عند اي حد في مصر ولا حتى عند وزير الشباب والرياضه، وقاعد مستني النتيجه. فمش عندي ولا عنده. طب
تمام. فمحدش يفتي يقول لكم نازل او مش نازل. هو الراجل اللي اعلن قبل كده انه نازل. انا ما بتكلمش على المستشار. انا بتكلم علينا احنا الناس اللي بتتساءل. أيوة. انما هو بيقول انا نازل ليه؟ لانه ما عندوش مانع قانوني. ما حدش يقدر يمنعه من يترشح. وزير الشباب رياضه ليس عن المستشار اي مانع يمنعه من الترشح. وقال جمله برضو انا مش موافق على ما لم يجد جديد. يعني ايه ما لم يجد جديد؟ جديد بعد 11 شهر. محمد النشاطري بيقول لحضرتك يا استاذ صبحي كل الحكايه شويه ضمير والنق قلوبنا من المؤامرات والحيل والخدع. نحب بعض ونحب مصلحه الزمالك. اعتقد ان ده اللي احنا محتاجينه. انا بحبك حتى لو انت ضدنا يا استاذ محمد لان كلامك رائع والله. اهلا بيك. طبعا كلام محترم ورائع جدا. اتمنى يتعمم على مستوى كل انديه مصر. مش بلاش بقى نظريه ان لم تكن معي فانت ضدي. يعني المفروض الزمالكيه كلهم خط واحد وعلى قلب راجل واحد. مفروض كلنا بنحب الكيان فنبقى مع بعض. عمر وسلمى. ايه ده تامر حسني معانا؟ لا هو اسمه علي سعيد. الاكونت بتاع عمر وسلمى. بيسلم عليك استاذ مدحت عياد منور صديقي العزيز الغالي اسلام حبيبي. ده الغالي ده ده الغالي ده عم مدحت ده الجميل اللي وعدنا يقف معايا في الانتخابات. عارف لما شفتكش يوم الانتخابات يا عم مدحت ربنا يسهل. بنقرا جماعه تعليقاتكم واللي عنده اي سؤال. طبعا احنا عارفين ان استاذ صبحي عبد السلام بالنسبه لكم زملكاوي كتير جدا بيحبوه وفي كتير جدا بيختلف وده الطبيعي. بس مش هتلاقوا حد على فكره من النوادر ان الناس بتفتح باب النقاش مع حتى اللي بيختلفوا معاهم. طبعا نادره ما عادش موجوده والله. طبعا ما هو بص الناس ما يعني انت من عند بدايه الخليقه يعني ربنا خلق ادم وحواء وخلق قابيل وهابيل واختلفوا من اول يوم ليهم على الارض يعني. فالطبيعي الناس اختلفت على حتى الرسل والانبياء فده طبيعي جدا. ولو مش موجود ده هنقول ان احنا الهه يعني؟ لا طبعا. اذا كان في واحد بيحبك ممكن يبقى في خمسه مش بيحبوك. لكن انا اللي بيحبني واللي بيحبنيش فوق راسي ومستعد اتحاور مع اي حد في اي قضيه وما اي ملف بدون خطوط حمراء. نتمنى الاستقرار للزمالك باذن الله. استاذ صبحي عبد السلام زملكاوي جدا ومحترم. كل الدعم والمؤازره للاستاذ صبحي عبد السلام. جمهور الزمالك كان ده وصلت بقى الخيابه اللي بقى يعني خيابه ان بعض الناس دلوقتي حرب انتخابيه يعني ان ممكن يشكك في زملكاويتك. يا سلام يا لا ده دي لا لا تخيل انت حد قالها لي. تخيل انت حد حتى يعني حتى في الكلاب هاوس كان كمين معمول كده فحد يقول لك يا استاذ صبحي لو سمحت هو انت ليك ارتباط من بعيد او من قريب كان بالمنظومه الاعلاميه للاهلي؟ انا ارتبط بالمنظومه الاعلاميه للاهلي. انا قلت له لو الاهلي هيدفع لي مليون جنيه في الشهر قسما بالله لن اقبلهم ولن اعمل في قناه الاهلي. ليه؟ مش عشان انا غني. انا يمكن افقر خلق الله لكن انا عشان بحب الزمالك. طب انت زعلان من دي؟ لا مش اتقال عليا اول ما كنت رايح اشتغل في قناه الزمالك اتقال عليا كنت شغال في قناه الزمالك المستشار. اتكتب كده بين قوسين في خط احمر قناه الاهلي شغال في قناه النادي الاهلي. ما كلنا بنطلع شغالين في قناه الاهلي في الاخر. والله العظيم ما هو ده السلاح الجاهز يعني فاهم. اوضح لك النقطه يا تطلع اخواني يا تطلع بتفهم. حاجه زي لك الاستاذ كريم ابو حسين كان شغال في قناه الاهلي وبما انه هو بلديات اعلن مع علم اليقين هو وعيلته كلهم زملكاويه. في كتير قوي كانوا بيشتغلوا في الاهلي زي عصام الحسن وهو زملكاوي بص الـ الـ بص 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 الـ الـ حب الكوره وحب الانديه وانتماء ليها مش عقيده مش قران يعني ومش انجيل يعني. يعني وارد ان انا اتعرض لحد وممكن قناعاتي تتغير. قناعاتي تتغير فممكن ده تلاقيه مع اعلامي ولا اتنين ولا تلاته. هو حر. ده في ناس بتنقل من دين لدين وانت بتقبلهم مش كده والمجتمع بيقبلهم. مش عايز تقبل واحد يتنقل من نادي لنادي طبيعي جدا يا جماعه. لكن انا بتكلم عن نفسي انا ما كانش عندي انتماء الا انتماء نادي الزمالك. لو في هقول صح. لو عملت في النادي الاهلي هقول الله في عصر السوشيال ميديا والفيسبوك كل حاجه بقت متاحه زي ما جابوا صوره لاحمد جمال ولابس تيشيرت الاهلي. قلت لهم ببساطه جدا الخطيب لابس تيشيرت الزمالك. هو احنا مش كنا زمان واحنا عيال صغيره بنلعب تيشيرتات اهلي وزمالك؟ عادي مش كان انا ممكن يجي حظ فريق بيلبس فانيله احمر مثلا والعبها بيها ماتش خمس دقايق وانا صغننين يعني. هي ما حصلتش معايا بس كان ممكن يحصل. حصلت مع اخرين. ايه تيشيرت الاهلي الراجل بيلعب ضرب. وبعدين هو الانتماء ده انت وانا باخد عليه مقابل والانتماء مش شيء. لا لا انا باخد مقابل من حبي للزمالك. ما احب اللي احبه صح يا اخي. انا اهلاوي 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 يا زيد. محلاوي محلاوي محلاوي. الفرق يعني مش حرام يعني مش عيب. انت هتواجه الايام اللي جايه دي حاجات جامده لاني انا على علم وعذر مش عشان قاعد مع الاستاذ صلاح عبد السلام الراجل الوحيد اللي اجتمع بين الجمهور والجمعيه العموميه ما شاء الله. يمكن دعاء الوالدين عنده مش هقول بيسر ابقى تاني عشان بيسر. والله الحمد لله برضه في عقوبه يخطف قلوب المشجعين والجمعيه العموميه. المشجعين اللي قد ايه هو راجل صاحب فكر ورؤيه وراي بيتابعوه الملايين وقد ايه متواجد في نادي الزمالك بصفه دايمه قبل ما يترشح بسنين ويقول لك انا يوم الانتخابات يوم 20 موجود ناجح موجود الله لا قدر مش موجود برضه موجود لان نادي الزمالك هو ملعبه. وهعلن ساعتها حتى لو انا ما كانش ليا حظ اني ادخل
هعلن حتى على صفحتي تأييدي المطلق للمجلس الجديد من أول يوم أيا كان من الأسماء اللي فيه. ده حاجه رياضيه عاليه جدا مش موجوده اصلا. ما هي دي الرياضه يا جماعه، ما هو ده الرياضه اللي بنتكلم عنها. ما ده اللي احنا عايزينه اصلا. هو احنا كنا راجعين يعني نادي الزمالك عشان ناخد منه حاجه؟ لا، ما حدش خد حاجه من النادي اصلا، وما حدش هياخد حتى من اللي هينجحه. واللي بياخد هو انت، وحتى اللي بياخد يا جماعه عمل تطوع يعني، عمل تطوعي طبعا. بس انا عايز اقول، حتى لو انت استفدت من النادي بتاعك، مش الزمالك، اي نادي في مصر، انت مش هتبقى مرتاح، ضميرك مش مرتاح اكيد. انت بتربي اولاد وعندك بيت وعندك اسره وعندك، وتنام ازاي بالليل على المخده كده وحضرتك حرامي مثلا ولا سارق ولا يعني ازاي تبقى في المجال؟ يا عمو مش سمعة، عند ربنا سبحانه وتعالى، عند رب العالمين اللي هيحاسبني. ممكن بكره نكون في القبر ولا النهارده، هاخد اعمالي معايا وهاخد الفلوس دي معايا. اول سؤال اساله في القبر، مالك من اين اكتسبت وفيما انفقت؟ ما عنديش استعداد ان انا اطلع قدام ربنا جنيه من جيب حرام بقى خالص. لا لا، معظم الناس محمد سالم هيوجه لك سؤال على الهوا، اتكلم يا محمد. اول حاجه بندعم الاستاذ صبحي، الاستاذ صبحي السلام، بتقول له هو جدير بنادي الزمالك. ربنا يخليك يا استاذ محمد حبيبي، ده شرف ليا. لو ينفع الجمهور كان يدلي باصواته، كنا احنا اول ناس كنا هنيجي وندلي باصواتنا للصبح. حبيبي يا استاذ محمد، انت عارف انا دايما بقول لو الانتخابات اجريت على مستوى الجميع انا هطلع رقم واحد، لكن على مستوى الجمعيه العموميه الله اعلم. الناس كلها عندها قناعات وعندها بتاع. ربنا يكرمك، الله يخليك، ثقة كبيرة جدا. عمرك ما لبستنا على المركب، امسك كده الموبايل بقى، ما انت معزمني كده حرام. كان نفسه يقولوا فانت واحد من الجمهور قبل ما تكون واحد. بالظبط بالظبط يا محمد، انت واحد من الجمهور يا صبحي. خش بسؤالك يا محمد، اتفضل. السؤال، ايه رايك في الجاب اللي هي جت بعد المستشار مرتضى منصور؟ بص، بشكل عام انا رايي اللي سجلته قبل كده يا محمد، بقول انه اي لجان تتولى عمل في اي نادي في مصر او بره مصر هي هتبقى لجان مظلومه، لانها لجان بلا ادوات، ما عندوش امكانيات. واللجان دي لو تم تشكيلها من مجموعه ملايكه هيكون الفشل في انتظارها، مش حسين لبيب ولا عماد عبد العزيز ولا اي حد هيجي يتولى لجنه انتقاليه بتجرد مجلس اداره من جمعيته العموميه من حقها في بقى عندها رئيس نادي تحاسبه وتتابعه. يبقى انت كده حضرتك ضربت مسمار في نعش كده ملوش لازمه. فانا هو بقول مش لجنه حسين لبيب تحديدا، اي لجنه بتيجي تدير اي نادي بتيجي دايما من غير ادوات، ما عندهاش امكانيات، ما عندوش امكانيات انه يبرم عقود، انه يعمل تسويق، انه يعمل سبونسر، انه يجيب فلوس. فبالتالي هو بيدير المكان من حد لحد معين، يسلموا النادي في توقيت معين، انما المجلس المعين هو اللي بقى عنده الصلاحيات كامله، عنده الفتره الكافيه اللي يقدر يعمل فيها شغل ويقدر يعمل فيها على المستوى الرياضي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاعلامي على يعني حاسبه. انا كجمعيه عموميه بملك حق محاسبته. النهارده اللجنه الموجوده ما اعتقدش ان انا عندي صلاحيه حتى ان انا انتقدها يعني. أيوة. يعني هو مش جايب برغبه الجمعيه العموميه، فبالتالي لما جيت عين فده افتئات او قفز على الجمعيه العموميه، فانا ما عنديش صلاحيه ان انا حاسبه. لذلك انا بتفرج عليه من بعيد، بتمنى له التوفيق، لكن انا عارف انه نسب النجاح دايما بالنسبه له محدوده جدا وفي موفات قليلة. انت شفت ارض اكتوبر، شفت قضية النجاز، برغم ان اللجنة في بدايتها عملت بشكل معقول، لكن عندك مفاجآت كتيرة، وعندك رئيس اللجنة طلع بس بيكلمك مثلا على انه فلان كان بيصرف على نادي الزمالك، اي سقطة يعني. يعني اعتقد لو انا رئيس نادي والجمعية العمومية جايبني على اكتافها هي هتحاسبني، هتقولي ستوب تعالى، وممكن تسحب مني ثقة وممكن تكلمني وممكن تعاتبني. بغض النظر عن التصريح، انا قلت كم وقع منهم التصريح، منهم قضيه حمد النجاز، منهم مساله القيد. يعني لو انا عارف ان عندي منع قيد ازاي بجيب صفقات، ازاي بجيب لعيب؟ ولو انا عارف ان انا ما عنديش قيد ازاي اطلع اكتر من لعيب متميز على سبيل الاعاره لانديه تانية، حتى لو الاعارات جابالي مقابل مادي. عرفت ليه بقول لك دايما ان المجالس المؤقته ما عندهاش ادوات كامله، ما تقدرش تدير اداره كامله، فهي ادوات خبرات محدوده لانهم جايين. سيبك من خبرات، ده انا بقول لك لو جبت ملايكه يا اخي، انا ما بقولش خبرات، ده لو جبت ناس عباقره وحطيته من غير اداه، من غير فلوس، من غير امكانيات، وقلت له دير، لا هتغرق المركب، لازم صح. تغرق معاه. فاهمني؟ فاحنا كل المطلوب من اللجنه دي انها بمنتهى الهدوء تكمل لحد يوم 19/11 وتسلم المركب للمجلس المنتخب اللي جاي. طب صعوبة الموضوع لحد دلوقتي استاذ حسين لبيب او كابتن حسين لبيب لم يعلن حتى الان نزوله في الانتخابات، اعتقد ان كده قانونا ما يقدرش، لو هو سير اعمال الانتخابات
مش هينفع يكون متواجد كمنافس في الانتخابات عشان ما يقدمش استقالته يعني. اولا هو ايه عندنا ماشي بشكل قانوني، دي نمره واحد. نمره اتنين، ايه اللي يخليك مثلا تجزم او تجزم بانه ما قدمش استقاله من يومين ثلاثة مثلا؟ ايه اللي خلاك تجزم ان ممكن وزير الشباب او اي مؤسسه مسؤوله عن هذا الموضوع ما تغضش الطرف وتقبل؟ لا، كل حاجه متوقعه، كل حاجه وارد. ممكن الصبح تلاقي حسين لبيب ولا بعده، انا اعرف الوقت انه قاعد بيعمل قايمه يعني. علما بانه من الناحيه القانونيه او الناحيه اللائحيه او الناحيه الادبيه طلع وزير الشباب، لا انا هتكلم على معلومه قالها وزير الشباب، طلع قال لك اخر يوم للمجلس الحالي علشان يترشحوا يوم 30، حددها بيوم 30/9 امبارح، علشان يترشح. يا استاذ حسن اسمعني، مش يترشح، عشان اذا كنت ناوي على الترشح عليك انك تستقيل قبل يوم 30. فلحد 30 اللي انا اعلمه انه مفيش استقالات، يبقى مش هيترشح. يبقى هيترشح. في سؤال جاي لك من اخ محمود التوخي سريع، يا ريت باختصار يا محمود، هو سؤال صعب بس انا مش هتكلم فيه، اتفضل. كان سؤال صعب. طب اتفضل يا استاذنا. الاستاذ احمد شمس الدين منزل على صفحته بيقول المستشار بيد قرار في تضحيه منه من اجل مصلحه الزمالك. هل القرار دوت ممكن يكون ان هو هيبيع حد او مثلا هيرشح حد للرئاسه وهيدعم قائمه معينه؟ كامل الاحترام للي كتبه الاستاذ احمد شمس والكلام اللي حضرتك بتقوله، انا مش معني بتوضيح وجهه نظر المستشار مرتضى منصور. فاديني نمره واحد. نمره اتنين، توقع اي حاجه من هنا لحد يوم الجمعه الجايه، مش عايزين نسبق الاحداث. مرتضى منصور زي ما قلت من شويه من حقه يترشح ومن حقه يتراجع اذا كان المساله فيها تراجع. هو حر يعني، هو حر في قراره سواء يترشح او ما. انا على المستوى الشخصي اتمنى انه يكمل ويكون موجود في الصوره، لان وجوده هيغير الخريطه الانتخابيه، وبالمناسبة غيابه كمان هيغير الخريطة الانتخابية. مستشار مرتضى منصور شخص مثير للجدل دائما، واسمه ما بيفرض نفسه على ساحة بيكون موجود، والحسابات كلها بتختلف، مش عايز اقول بتختلط او بتتبعتر او بالنسبة للناس بتتلخبط، لكن طبعا لا بيعمل حالة حراك كبيرة. انا مستني مع الناس اشوف موقف المستشار مرتضى منصور، او موقف مش عايز اقول الدولة المصرية من مرتضى منصور، مؤسسات الرياضية من مرتضى منصور. انا مش عايز اقفل معاك اللايف، عايزين نبيت كده في النادي لحد الصبح. انا شايف الناس متفاعلين معانا وعاملين كويس، بس قاعده ومش عايز تطلع كويس، بس عشان ما نزهقهمش مننا كفايه كده. انا طبعا هستاذنك بقى في المايك، خدت واتكلم معاك على طول. انا طبعا عارف ان انتم مستمتعين بالحوار، وانا من لو هتاخدوا رايي يعني الشخصي، انا من اكتر الناس اللي بحترم جدا استاذ صبحي عبد السلام على المستوى الشخصي. اتمنى له التوفيق، وبعلنها بمنتهى الصراحه قدام حضراتكم على اللايف، من الناس انا بعلن انتمائي ليك واتمنى لك التوفيق. وبتمنى رساله لاعضاء الجمعيه العموميه تتأنى في اختياراتها جدا، وتختار فعلا الصالح لنادي الزمالك. احنا مش بنجبر حد على اصوات، ولا بنقول لحد مثلا اختار اللي انا مقتنع بيه، ولكن احنا بنختار اللي بيفيد لنادي الزمالك. اعتقد ان مصلحه الجمعيه العموميه نفس قناعتي بالظبط، بنلفت النظر لاني حبنا مشترك وهو حب النادي. بتمنى التوفيق للجميع، واتمنى نادينا يكون فيه استقرار، واحنا دلوقتي في قلعه 100 عقبه، اجمل قلعه عرضيه موجوده في الشرق الاوسط وكل حته في الدنيا، مع المحترم في العالم كله، مع المحترم قران الصحافه صبحي عبد السلام او استاذ صبحي عبد السلام، ومع الاستاذ حسن عالم الدين الراجل المحترم اللبق مفجر قضيه نادي القرن، راجل ما خدش حقه قوي، بس ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه يكون فيها تغيير، ان الناس الكويسه عند ربنا ناس كويس ان شاء الله اللي جايه كلها. انا نفسي طبعا استاذ علاء فهمي يقول كلمه كده. طبعا اكيد هو عشان معاه تليفون مش هنقتحم عليه خلوته دلوقتي، فانا هستنى ان هو يخلص بس، واحاول ان هو ياخد كلمه. طبعا يا جماعه انا عارف انتم استمتعتوا النهارده باليوم اللي احنا قضيناه في نادي الزمالك، وما زلنا مستمرين، وان شاء الله باذن الله كل الاستقرار لنادينا العظيم، ويا رب يعني يولي من يصلح، سواء من رئيس النادي، سواء من الاعضاء الموجوده، الناس اللي تحت السن، مش بنقوم لي على حد، وبنتمنى ان الناس كلها تراعي ربنا اول حاجه في اختياراتها، في صوتها، ان ده صوت، ده امانه، وبيترتب عليه كمان مش قرارك انت لوحدك، ده انت سعاده جمهور خارج النادي. إذا كان العدد القليل اللي موجود من أعضاء الجمعية العمومية بيمثل نادي الزمالك، فاللي بره ملايين منتظرين قرارك أنت عشان يقولوا القرار ده صح ولا غلط، أو كمان يكونوا مبسوطين أو متضايقين. فنتمنى إن شاء الله التوفيق لنادينا العظيم، ويومكم جميل، وتحياتي لكم. إسلام علي، السلام عليكم. آخر حاجة يا اتفضل الصبح. جماهير الزمالك والسوشيال ميديا، لا أهو بس خلاص. تعظيم سلام. أحلى تحية، أشوفكم على خير، السلام عليكم.